Wow, thank you. وصلنا إلى بالي دي فيستيفال، طبعا أشهر موقع في مدينة كان. في عام 1939 انطلق هذا المهرجان الكبير واللي بدأ تقريبا من هذا المكان. طبعا المبنى حديث، لكن تم تطوير المبنى القديم وصار في هذا المستوى. بالي دي فيستيفال يحتوي على أعظم مهرجان سينما تشهد أوروبا في العالم. هذا المهرجان يضم أكبر عدد من المشاهير وكان معروفة بهذا المهرجان. يعني قصة المهرجان بدأت أيضا من عام 1936، عندما رأت بعض الدول الأوروبية الغربية رأت بأن هناك في سيطرة من قبل الدول الفاشية على إنتاج السينما لديهم مثل إيطاليا وألمانيا، فقرر وزير التعليم والفنون الجميلة جيان زي في فرنسا، قرر أنه يقيم مهرجان سينمائي عالمي في مدينة كان. ومن ثم انطلقت الفكرة. في عام 1939 بدأ مهرجان كان السينمائي لمدة يوم واحد فقط، ومن ثم طبعا توقف بسبب الحرب العالمية الثانية. في عام 1946 انطلق المهرجان مرة أخرى، توقف شوي 48 و50، ولكن بعد ذلك انطلق لفترة طويلة حتى وصل إلى الدورة 59 اللي انتهت قبل يومين بس. هذه كلينت إيستوود، طبعا ممثل الامريكي العالمي المشهور. يدي تقريبا كبر يده، ويده شكلها مو مرتبه بعد، يدي احسن. زين خلينا نشوف. ميكي عنده 4 اصابع، ميكي ماوس 4 اصابع، الابهام ضايع، ما مسكين يعني، فار طبيعي. فندق ماجستيك هو الأصغر سناً من بين الفنادق الفخمة المطلة على بحر كان. فعلى الرغم من أن هذا الفندق تم افتتاحه عام 1929، إلا أن التجديدات السنوية اللي تشمل جميع مرافقه تجعله مكان مفضل للسياح المقتدرين. وخلال المهرجان السينمائي يتحول هذه الفندق إلى أبرز مركز لاستقطاب النجوم. وصلنا إلى حمام السباحة في فندق الماجستيك، وهو طبعا أيضا حمام سباحة وفي مطعم كبير يحضر الكثير من الناس مثل ما أنتم شايفين. وهو وقت الاسترخاء، يعني فترة الغداء يكون الواحد يريح نفسه ويأخذ له يعني غطسة في حمام السباحة. أنا راح أريح شوي هني، راح نشوف المكان بشكل عام.
It's beautiful. Wow. So romantic. المنظر أكثر من رائع مع لون البحر، مع السفن الآن اللي قاعدة تعبر البيتش، مع الحمام السباحة اللي موجود تحتي، والهواء العليل المنعش، روعة. واو. الجنوب الفرنسي واللي يمتد شريط الساحلي لمسافة 128 كيلومتر ويشمل المدن العالمية المعروفة مثل كان ونيس ويضم أيضا إمارة موناكو، هو كما يسميه البعض بساحة اللعب الصيفية. فمن يملك المال الكافي بإمكانه أن يقضي إجازته مدللاً في فنادق الفخمة ويكتسب اللون البرونزي بعد ساعات قليلة من الاستلقاء تحت أشعة الشمس. وقد يكون فنجان القهوة في الجنوب الفرنسي أغلى من أي مكان في العالم، لكن متعة التفرج على الناس وهم منهمكين في التبضع قد تنسي الشخص سعر الفنجان. What do you think? Yeah, nice. You're going to be on telly, darling. من الزهور إلى السمك إلى الفواكه، السوق متنوع وفي كل شيء، وموجود في كان. طبعا كان عارف أنها هي فيها أشهر البضائع والماركات العالمية، لكن أيضا فيها سوق شعبي، سوق مفتوح، الناس التي تسوق إذا مو حابة أنها هي تأخذ من السوبر ماركت التي تأخذ من هذه السوق المفتوح، وبضاعته جيدة جدا وفي كل شيء فريش وطازج. شوفوا إيش كبرى هذه،
يعني هل كبر برتقال؟ الناس كثيرين ويتجولون قاعدين يحاولون طبعا يشترون احسن انواع الماكولات. هنا طقيت احد. طبعا الان احنا عندنا زيتون، الزيتونات المختلفه وهي جايه من الجنوب الفرنسي، والجنوب الفرنسي معروف انه يعني متخصص في الزيتون وفي زيت الزيتون ايضا. خلينا نذوق واحده اذا في مجال. هذه واحده. It's very good. هاي العيوز ما ليش فيها. ومن الورود إلى الزفر، خلينا نشوفه. زفورة، يعني حاطين الورود يم السمك ما يصير، بس كيفهم. شوفه شكبر هاي. سمكة السيف، سورد فيش بالضبط. راح خاطري في العنب، فلازم اخذ لي، يعني الصراحه شكله مغري وطريقه العرض عندهم ويا الالوان مختلفه، احمر وبنفسجي وبرتقالي. لازم الواحد يشتري له شيء. Excuse me. How much is it? How much? 380. For the kilo. Voilà. بس طبعا هو طلع سعره حوالي 3 يورو و 84 بالكيلو، الكيلو يساوي 3 يورو 80، فزايد ب 4 سنت تقريبا، يعني بعد مكلف مش رخيص اكيد، يعني مهما كان احنا نتكلم عن فرنسا، فكل شيء يعني الاسعار تكون مضاعفه او غاليه، بس عموما الواحد يروح خاطره في شيء لازم ياخذ فواكه صحيه. Thank you.
الأسعار غالية ضو. عموماً مدينة كان اللي إحنا فيها حالياً كانت في السابق مجرد قرية صغيرة تعتمد على صيد الأسماك، ولكن في عام 1834 ابتسم لها الحظ لما جاء اللورد بروغام، وهو لورد بريطاني جاء في زيارة إلى هذا الجنوب الفرنسي، فقرر أنه يسكن في مدينة كان أو قرية كان سابقا ويبني فيها فيلا. بنى الفيلا ودعا أصحابه من بريطانيا اللي جاءوا وانعجبوا بجمال وروعة كان، فقرروا أيضا أنهم يستقرون فيها، واستمر الحال لمدة 34 سنة. الأجانب البريطانيين تحديدا كانوا يزورون هذه المدينة كنوع من المكان للاسترخاء، ومن هذا الوقت أو من ذاك الوقت إلى هذا الوقت الآن أصبحت كان هي المدينة الأشهر في العالم لقضاء وقت الراحة والإجازة. لان انا من المصور، خوش مصور نوع الذبانه ما يقعد. متجهين الى طبعا بيكون في ورانا زهره، هاي حق الثياب. هاي الناس طبعا، وهذه هو جزء بسيط من سوق كان. بالفعل الواحد لما يتجول فيه ياخذ له على الاقل يعني على الاقل ساعتين الى ثلاث ساعات فقط في التجوال، ولو يدخل كل مكان يمكن يبي له اسبوع. طبعا كان دائما فيها سياح كثيرين، يعني من يسكن هذه المدينة من المواطنين الأصليين من الفرنسيين هم عبارة فقط الثلث، أما الثلثين فكلهم سياح وكلهم أجانب على هذه المدينة، الأغلبية العظمى هم من البريطانيين، ومن ثم يأتي طبعا الأمريكان، وفي طبعا شوية ألمان وشوية إيطاليين، بس هم يملون هذه الشوارع ويعطونها الحيوية ويعطونها النشاط اليومي خاصة في فصل الصيف. وصلنا الى هوتيل غريد يالبيون البيتش ماله طبعا. شفنا ماجستيك الان، نشوف الثاني
الجميل في هذه البيتش ان انت اول ما تدخل المطعم يكون خارجي، يعني الناس في الخارج ياكلون وعندهم الامبريلاز ويستمتعون بالهواء الجميل والطقس الجميل. الحين السؤال يطرح نفسه، شلون اوصل لذيك المنطقه؟ في غريدي البيون طبعا المطعم هو لبناني فيقدم مأكولات لبنانية كلها. Thank you very much. ففي طبعا الحلويات اللبنانية وفي الفلافل وفي الشاورما وفي التبولة، كل أنواع الأكل اللبناني تقدم في هذا المكان، وأتوقع أنها هي لذيذة. طبعا الطبخ اللبناني دائما متميز ونحصله الآن في كان، فاللي يحبون يأكلون الأكل العربي يجدونه أيضا في كان. انتهت هذه الحلقة، ولكن وعد مني أن أراويكم في الحلقة القادمة إمارة موناكو ومدينة نيس، وكذلك المطعم الفاخر اللي كليت فيه آخر عشاء في مدينة كان.